ولتسليط الضوء على الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية، معنا من اسطنبول الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري. مرحبا بك معنا سيد نبيل. مرحبا بكم. أهلا وسهلا فيك. بداية، هناك هجمات متكررة لميليشيا الحوثي كما نلاحظ على السعودية، ما دلالات هذه الهجمات ولا سيما الأخيرة التي استهدفت أكثر من منطقة في السعودية؟ هي ليست الهجمات الأولى ولن تكون الأخيرة في إطار سلسلة الضغط التي تفديها جماعات الحوثي باستخدام هذه التقنيات الإيرانية المتطورة كمنصات صواريخ وكطائرات مسيرة، وتهدف إلى الضغط على المملكة العربية السعودية التي تدعم الحكومة الشرعية وتريد من المملكة أن تقدم مزيد من التنازلات فيما يتعلق بالأزمة السياسية في اليمن، الأزمة والحرب. وبالتالي تهدف هذه الهجمات إلى مزيد من الضغط ومزيد من تقديم التنازلات في من قبل الحكومة الشرعية، أو حتى كي تضغط المملكة العربية السعودية على الحكومة الشرعية في تقديم تنازلات لجماعات الحوثي، وخاصة مع الحديث الذي يتم حول عملية سلام أو مفاوضات مباحثات بضغوط أمريكية تتم هذه الأيام. نعم، ماذا عن الهجوم الذي جرى مؤخرا على ميناء رأس تنورة شرق السعودية؟ هل تقف ميليشيا الحوثي برأيكم خلف هذا الهجوم، ولا سيما أنه لم يأتي من اليمن، جاء من البحر الأحمر هذه المرة؟ الهجوم بحسب المصادر السعودية هو أتى من قبل البحر، أي بمعنى من اتجاه الخليج العربي. نعم، لأنه رأس تنورة هو يقع على الخليج العربي باتجاه البحرين، وتعتقد المصادر السعودية أو تقول أن هذا الهجوم أتى من اتجاه الخليج، أي من الضفة الأخرى أو من سفن إيرانية على في الخليج العربي. وبالتالي أيضا جماعة الحوثي لا تمتلك يعني المقدرة في مثل امتلاك مثل هذه الطائرات المسيرة ذات البعد الكبير كما حدث في هذا الهجوم الأخير. حتى هناك يعني هجومات سابقة حصلت في المناطق السعودية وعلى القصر الملكي، كل هذه الطائرات كانت تأتي، وأشارت حينها بعض المصادر الغربية إلى أن جماعة الحشد الشعبي في العراق هي من تقف وراء مثل هذا الهجوم. وبالتالي المشكلة أنه تنفذ هذه الهجمات من قبل الأطراف الإيرانية، وتتبنى جماعة الحوثي تبنيها لهذا الهجوم. نعم، طيب، هل ثمة علاقة بين هذا التصعيد من طرف الميليشيا بتخفيف الضغط عن إيران من إدارة جو بايدن؟ الإيرانيون يتخذون من الملف اليمني ورقة ضغط كبيرة. نعم، باتجاه السياسات الأمريكية في المنطقة، وربما هم حتى الآن نجحوا في الضغط على الأمريكان، ورأينا كيف قدم الأمريكان التنازلات الكبيرة فيما يتعلق بالملف اليمني من خلال رفع جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب. أنا باعتقادي أنه هذا الضغط في الهجمات المسلحة والعسكرية الصاروخية وغيرها هي تخدم جماعة الحوثي بشكل كبير، وتخدم الإيرانيون الذين يستخدمون جماعة الحوثي كجماعة أو كورقة في يدهم ضد المملكة العربية السعودية. الخارجية الأمريكية أكدت أن الهجمات الحوثية على السعودية خطيرة وغير مقبولة، لكن لم يعقب هذا التصريح رد فعل على أرض الواقع، لماذا برأيكم؟ الخارجية الأمريكية، إذا كنت تقصد الخارجية الأمريكية، فالأمريكان أنا باعتقادي يبيعون كلاما للمملكة العربية السعودية. نعم، هي تطمينات لا تسمن ولا تغني من جوع أمام التصعيد الإيراني المتمثل بهذا الهجوم الذي تتبناه جماعة الحوثي. هو هجوم إيراني، والأمريكان والسعوديون يعرفون ذلك جيدا. وبالتالي أنا باعتقاد أنه لهذه المرحلة تمر العلاقات السعودية الأمريكية بتوتر شديد وببرود ينبئ عنه هذه المواقف الضبابية للأمريكان تجاه التصعيد الإيراني في المنطقة. نعم، ألا تنسف هذه الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي أي جهود للسلام في اليمن؟ ليس هناك جهود للسلام، هي مجرد أوهام للبحث عن السلام في اليمن، لأنه كل الحقائق على الأرض وكل المؤشر يشير إلى أنه استبعد أن يكون هناك سلام في اليمن ما دام الحوثيون يتمتعون بهذه القدرة العسكرية الإيرانية، وما دام إيران أيضا تريد مزيد من الفوضى في المنطقة حتى تتمكن من التمدد وتتمكن من تنفيذ مشاريعها
وتتمثل العراق وسوريا ولبنان، كل هذا انا باعتقادي السلام لا يخدم المشروع الايراني وانما الفوضى والحرب في المنطقه العربيه. من اسطنبول الكاتب السياسي اليمني السيد نبيل البكيري، شكرا جزيلا لك.